الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي لتصل إلى 211 مليون دولار، وذكرت مصادر صحفية أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 2.93%، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيه أكثر من 200.05 مليون دولار. وذهبت المشتريات البالغة 165 مليون و515 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي بشكل نقدي. أكدت وزارة الزراعة الحالية أن هناك 26 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستثمرة. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن هذه المساحة تكفي لسد حاجة العراق كليا من المحاصيل الزراعية وبالشكل الذي لا يتم فيه اللجوء للاستيراد من الخارج، مبينا أن بعض المحاصيل التي يتم استيرادها غير صالحة للاستهلاك البشري. وأضاف النايف أن المشكلة تكمن في عدم وجود إدارة صحيحة للمياه في العراق، ما تسبب بعدم استثمار الكثير من الأراضي الزراعية. قالت منظمة تسويق النفط العراقي سومو إن إنتاج العراق النفطي ارتفع بنسبة وصلت 1.93% على أساس شهري لشهر آب الماضي، حتى مع ضخ البلاد أقل من حصتها في أوبيك بلس. وضخ العراق نحو 4 ملايين برميل في اليوم في المتوسط في آب الماضي، مقارنة مع 3.886 مليون ألف برميل في اليوم في شهر تموز حسب ما أظهرت بيانة سومو. وتوصلت أوبيك بلس إلى اتفاق في تموز الماضي لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 400 ألف برميل في آب، مع تخصيص حصص إنتاج أكثر لخمسة من أعضاء المنظمة اعتبارا من أيار عام 2022. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 68 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 106 ألاف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض بمعدل 68 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 174 ألف برميل يوميا. هذا وأشارت الإدارة إلى أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول انخفضت بمقدار 438 ألف برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبقه. كشفت دائرة الضريبة الأردنية أن إيرادات الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي زادت بنسبة 14% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وقال مدير الدائرة حسام أبو علي إن إجمالي عوائد الضرائب بلغ أكثر من 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الارتفاع في العوائد يرجع إلى عودة القطاعات للعمل بعد إغلاقها عدة شهور بسبب أزمة كورونا وكفاءة إجراءات التحصيل الضريبي، فضلا عن التعديلات التي تمت على قانون الضرائب. ختام الموجز، إلى اللقاء.